كريستيانو رونالدو. والله الا غنصحبوا معاك اخويا سمح لينا بزاف محناك شريو له كلينيك. ستوب ستوب الله يخليك ناديه انا حلو والديهم الله يعطيهم الصحه. وتقول اللعابه والمدربين الله يعطيهم الصحه ورفعوا راسنا الفوق وتبارك الله عليكم من عين بنو ادم. وديما المغرب لي ماغوك ديما مغرب. والله عجبتني بزاف بزاف والله المغاربه اول مره في التاريخ انهم غيلعبوا مزيان. ديما المغرب عاش محمد السادس ليف المغرب ليف المغرب ديما راجا وطلق المغرب صافي كاينه كلشي كاين. كيفاش المقابله ديال اليوم؟ المقابله اخويا كيف ما كتشوف كيف ديما الحمد لله الدراري فرحونا وركراكي كيف ديما مفرحنا سواء مع بونو طالع معاه بونو هو الاسطوره ديال المنتخب الحمد لله احنا فرحانين هذا انجاز ما داروا حتى شي واحد في الافريق وحتى شي عربي وكنهديو الانتصار القاره الافريقيه كامله والعرب كاملين والحمد لله وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. كانت المقابله شويه صعيبه ولكن الحمد لله المنتخب المغربي ديالنا فرحنا والله ينصروا على الماتشات ان شاء الله الماجيه والحمد لله وحنا والله ينصر سيدنا ودائما الحمد لله راه حنا كندعيو مع المغرب. واش كنتي متوقعه الفوز ديال اليوم؟ وصراحة انا كنت متوقع ان المنتخب ديالنا بيان سور غادي يفوز لان حنا كنفتخروا به وتبارك الله وصلى النبي عندنا وليدات ما شاء الله والله يحفظهم. مقابلة زوينة بزاف وشجعنا ودعينا والحمد لله وانا فيغ دو ليكيب ديالنا الحمد لله وكلهم لعبوا مزيان. كريستيانو رونالدو كان مخلوع من الاسود الحمد لله كلشي داز مزيان انا فيغ نوتخ ايكيب فيغا ماروكو. مقابلة هائلة كنتمنى الركراكي يدو الفينال ان شاء الله واخا الحكم ما كانش من جهتنا ولكن وليداتنا الحمد لله لعبوا بواحد اللعب تبارك الله عليهم ما خلعنا لا كريستيانو ولا غيره الحمد لله. الركراكي وليداته لا فرقة ما غلباته الركراكي وليداته ان شاء الله احنا اللي غندو كاس عالم هاد العام هذا عقلوا عليها. بونو كان اوري وداري وعطية الله ديما وليدات ديما وليدات ديما مغرب. حاجة الطون ما كانش الطون في الميطة الأولى كنا متوقعين حاجة الطون عرفنا ما غيدخلش ساهم برا بالمغرب شوية ولكن ماشي مشكل جابها في راسو هانية ديما وليدات. بغيت نقول للركراكي ديما وداد ونتايا كاين ودير النية دير النية ودير النية صاحبي دير النية وداري كنتي واعر بزاف كاع عطيت الله جبران علي بونو بونو ودادي. المقابلة ديال اليوم واعرة 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 جايين من بلجيكا باش نتفرجوا ونقول كريستيانو رونالدو ارجع البرتغال مبارك. مشاكل الاداء ديال المنتخب متفق واعر 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 رسالة للاعبين والمدرب اللاعب كلشي واعر ما عاد ديما نقول مرحبا المنتخب المغربي على جاسيمة متفق على البرتغال جاسيمة هاشم محمد السادس ديما مغرب بيف ماروكان ديما مغرب فوز هزيمة المنتخب البرتغال كانت هزيمة قوية كنشكر المنتخب المغربي والكراك على الهزيمات ديما مغرب ديما مغرب. واه صراحة المقابلة ديال اليوم مقابلة خارقة العادة كما خلاها الكراكي قال لك حنا كنصنعوا التاريخ الحمد لله المنتخب المغربي اليوم صنع تاريخ كبير وفعفق في التحديات ولا معادلة صعبة جميع المنتخبات المشاركة فرق في العالم. علاش كنت متوقعين الفوز ديالهم؟ الصراحة الماتش ديالهم كنا كنقولوا واخا يكون الإخفاء ماشي مشكل مي مع النية اللي قال لهم الكراكي يديروها لعبة داروا النية الحمد لله مازال طامعين مازال طامعين ان شاء الله خويا لا داكشي صعيب فات اللي جاي ان شاء الله كله سهل لا فرنسا لا الانجليز اللي داز فيهم مرحبا خويا حنا غاديين بالنيه كيف قال الركراكي ان شاء الله تضرب برا وتخرج ما مره ما هي جوج ما هي ثلاثه تنجيبوا الكوبي ان شاء الله وديما المغرب ديما المغرب اخي ديما حكيمي.
الله عليكم بون نفسية كلكم غايبة أسود أطلس فرحتونا غزة على وعرة زوينة جنحنا والعزة والحمد لله بسرعة ومصحة وعليك حبيب وعليك برافو وليد برافو رقاقي رقاقي شكرا بزاف فرحتنا فرحت المغاربة كاملين شكرا رقاقي ديما حيد الله يخليك ديما منور راكم مرضيين عشر مالك عشر مالك واحدة 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 بزاف شكرا 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 لحافة وشكرا بزاف على هذا المجهود اللي درتو والله يرحم لكم الوالدين الصراحة كنا متوقعينه والله إيش كنا متوقعينه قسما بالله أقول بصوت راجل إخوان الله يرحم لكم الوالدين والله إيش رجولة وفرحشونا الله يرحم لكم الوالدين احنا فرحانين من قلوبنا الله يحفظنا